يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نريد إنشاء مسجد، فلو وضعنا المنبر في الجهة الثانية بدل التي هو فيها في المساجد المعتادة بحيث يكون على يسار الإمام عند الصلاة، فهل هذا جائز؟ هل تراجعون شؤون المساجد؟ ما تغيرون شيء في المسجد إلا مراجعين شؤون المساجد، وهي تنظر فيها، عندها اصطلاحات وأشياء، وعندها أحكام شرعية تنفذها في المساجد، راجعوها. نعم.